هالو كي جي تو today we will take math. النهاردة هناخد مع بعض math the second term الفصل الدراسي الثاني number 9. النهاردة حبايبي هنتعلم نكتب مع بعض number 9 with letters بالحروف. قبل ما ناخد number 9 يلا نعمل revision. الدودة بتاعتي هنا كاتب لي فيها رقمين بس هي ناقصها ايه بعد الارقام التانية. يلا بينا نكملها مع بعض. 55 after number 55 يلا نشوف. انا سامع اصحابي يقولوا 56 برافو عليكم. بعدها 57 وفي معاها كمان بعدها 58 وهو كاتب هنا عندي 59. يلا نشوف بعد 59 عندي نمبر 60 برافو عليكم. 61 و 62 يبقى انا كملت الدوده بتاعتي هنا بالنمبرز اللي كان ايه اللي كان ناقصها. طيب تعالوا نشوف السؤال اللي معانا كمان. write the next digit يعني اكتب العدد التالي. يلا نشوف يا ميس انا فاكر ان العدد التالي بزود فيه نمبر 1 على خانه اليونتس. 52 after number 52 53 35 after number 35 36. يلا نشوف النهارده نعد مع بعضينا الستارز اللي هتظهر قدامي. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. يبقى انا عندي حبايبي 9 ستارز يعني 9 نجوم. طيب تعالوا بقى نتعلم نكتب مع بعض كلمه 9 وز ليترز. 9 ليتر ان 9 ده صوت ليتر اي 9 صوت ليتر ان وفي الاخر يا ميس 9 ليتر اي اللي صوته واطي خالص مش بنسمعه. يلا تاني مع بعض 9 ان اي ان اي ان اي ان اي سهله خالص زي ما هنطقها زي ما هكتبها ان اي ان اي 9. طيب السؤال بتاعنا بيقول سبلاي بيجيب لي نمبر 9 وجايب لي الكلمه بتاعته ناقصها بعض الليترز الحروف وتعالوا نشوف مع بعض. اول حاجه يا ميسه عندي 9 ناي يبقى هنا الناقص فيها ليتر اي. تاني واحده 9 في الاخر خالص صوت ليتر ان. واخر حاجه معايا 9 في الاول يا ميس ناقصها ليتر ان اللي ببتدي بيه الكلمه بتاعتي يبقى 9 ان اي ان اي. write the number with letters اكتب الرقم بالحروف. يلا نشوف مع بعض هيجيب لي ايه. كاونت معايا حبايبي يلا كاونت with me. صور اللي هتظهر قدامنا صور بنسلز اقلام رصاص. يلا بينا مع بعض 1 2 3 4 5 6 7 8 9 يبقى 9 بنسلز يعني 9 اقلام رصاص. اكتب كلمه 9 ان اي ان اي ان اي ان اي. يلا مع بعض كمل بقيه السؤال بتاعنا. write the number with letters برضو اكتب الرقم بالحروف. اول حاجه معانا نمبر 6. يلا انا سامع اصحابي الحلوين بيقولوا 6 يا ميس اس اي اكس اس اي اكس برافو عليك. يلا اللي جنبها نمبر 7 7 S E V E N 7 برافو علينا. يلا نشوف اللي بعدها نمبر 8. انا فاكر يا ميس النمبر 8 في عندي حرفين بكتبهم بس مش بنطقهم في وسط الكلمه اللي هم ايه 8 E I G H T. انا عارف هنا ان الجي والاتش يا ميس بكتبهم بس مش بنطقهم سايلنت يعني ما لهمش صوت. واخر حاجه معانا نمبر 4 4 يا ميس F O U R F O U R. طيب السؤال اللي معانا بيقول write the last digit يعني اكتب العدد السابق. وركز جدا على كلمة last digit يا حبايبي علشان احنا هنا بننقص number 1 من خانة اليونتس. طيب أول حاجة معانا 55 يا ميس لو نقصت number 1 من خانة اليونتس هيبقى 54. طيب اللي تحتيها 30 يا ميس الرقم اللي قبلها هو رقم 29. طيب تعالوا نشوف العمود الثاني. زي ما كاتب لي النمبر قدامي يا حبايبي بالليترز بالحروف يبقى انا برضو هجاوب عليه ايه برضو يا ميس بالليترز بالحروف. نمبر 7 الرقم اللي قبليه نمبر 6 اكتبه ازاي اس اي اكس. طيب اخر حاجه معانا نمبر 5 يا ميس الرقم اللي قبل نمبر 5 هو نمبر 4 اكتب كلمه 4 F O U R. سبلاي اكمل الحرف الناقص. يلا نشوف مع بعض. انا هنا اول حاجه يا ميس جايبها لي جايب لي نمبر
ناين ناين، برافو ناين. يبقى هنا الناقص فيه يا ميس هو لتر اي ناين، عشان يبقى النمبر ناين هو رقم تسعة. اللي جنبيها سيفن، يبقى الناقص هنا يا ميس عندي لتر اي سيفن اللي هو رقم سبعة. واخر حاجة خالص معايا، انا عارف ان دي حروف نمبر يا ميس فور، يبقى الناقص معايا هنا نمبر فور لتر اور. انسر انسر يعني اجب. تعالوا نشوف السؤال ده حبايبي بيقولوا ايه. بيقول هاو ماني بنسلز، يعني كم عدد الاقلام الرصاص. انا بعمل ايه يا ميس لما اجي احاول اجاوب السؤال ده؟ بعمل ايه؟ انا بعد الاول الصور اللي عندي وبشطب يا ميس على كلمه هاو ماني وعلى كمان الكويشن مارك، علشان هاو ماني معناها كم العدد. طب يا ميس انا عندي هنا كلمه بنسلز بنزلها زي ما هي، وقبليها بكتب النمبر اللي انا هعده. طيب تعال نعد مع بعض كده البنسلز 1 2 3. يبقى انا عندي 3 بنسلز، يعني ثلاثه اقلام رصاص. طيب تعالوا نشوف تاني سؤال معانا. هاو ماني بولز، كم عدد الكرات اللي قدامنا. يلا نشوف مع بعض. بشطب على هاو ماني وعلى الكويشن مارك، وبيتفضل عندي كلمه بولز بنزلها، ويلا بينا مع بعض نعد البولز اللي قدامنا 1 2 3 4 5. يبقى 5 بولز، يعني خمس كرات. قطار الشطار، يلا نشوف مع بعض السؤال. بيقول put more than less than or equal، يعني ده علامة أكبر من أو أصغر من أو يساوي. يلا حبايبي اقرا مع بعض كده الأرقام بالراحة ونحل الأسئلة بتاعتنا بتركيز، وما تنساش تبعت اسمك وفصلك. good bye.